رفعت الراية. من علامة 1600 متر دن تندفع مهارة الانتاج عمر السنتين متنافسة على جائزة احشاش العرجاني، يجوز في ظهوره الاول يبدأ الانطلاقة بن تيك تيرنس مع كاميليو سبينا يتصدر الانطلاقة، يتصدر الصدارة في هذا الشوط، فيما المحاولات من نوايف نساح مع مقرن الضبيب ثانيا يتقدم الان نوايف نساح الى الصدارة الى المركز الاول، فيما المطاردة تأتي من لاح براقة في المركز الثاني، والمحاولات كذلك من الأعصماني يحاول التقدم في المركز الرابع، بعيد شبوح وشاهده يحاول التقدم هو الآخر، لا زالت معالم الانطلاقة حتى الآن بدأت تتضح، نشاهد هنا الانطلاقة تبدأ مع نوايف نساح هنا في المركز الأول، فيما يشاهد المحاولات من فيصل الميموني لدفع الأعصماني في المركز الرابع، يجوز يسير في المركز الثاني نوايف نساح ثالثا، والانطلاقة لا زالت مع نوايف نساح مع مقرن الضبيب للصدارة للانطلاقة في هذا الشوط. لح براقة قادم من الداخل نشاهد، وكذلك المحاولات من راعي الود والمنعطف الأخير إلى 400 متر الأخيرة، نوايف نساح يتراجع، الدخول من لح براقة يجوز، يحاول التقدم لح براقة من الداخل يجوز من الخارج، فيما محاولات نشاهد للدخول، الدخول من قبل بعيد شبوح يحاول التقدم والدخول القوي الآن من حجار، يأتي حجار إلى المركز الأول، ابن هايدمند منافسة مثيرة، حجار يحسم النتيجة لعبد الله علي الأخضر نصيب تدريبات.